بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: تابع في مذاهب الفرق في مسمى الإيمان. ومسألة مسمى الإيمان مسألة كبيرة، وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف المرجئة، فمنهم مرجئة الفقهاء، وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم أن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان، وبعضهم يجعل الإيمان هو تصديق القلب. أنس، وين أنت فيه؟ من أولا. مسألة مسمى الإيمان مسألة كبيرة. نعم. ومسألة مسمى الإيمان مسألة كبيرة، وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف المرجئة. وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف المرجئة، فمنهم مرجئة الفقهاء، وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم، وأن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان، وبعضهم جعل الإيمان هو تصديق القلب والإقرار شرط فيه وليس من مسماه، فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. المسألة في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند أهل البدعة، فالمبتدعة كثير واختلفوا في مسمى الإيمان، والقول الصحيح فيه وقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن، وكل هذه الأقوال من الإيمان، وعمل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من الأعمال الظاهرة، أعمال البدن، واعتقاد القلب الذي هو الإيمان والتصديق الجازم لوحدانية الله جل وعلا، والإيمان بأسمائه وصفاته الحسنى، وأن الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما المبتدع واختلفوا، قال بعضهم: الإيمان قول واعتقاد فقط وليس فيه عمل. بعضهم قال: القول يكفي، وبعضهم قال: الاعتقاد يكفي، إذا اعتقد بوجود الله جل وعلا فذلك إيمان صحيح. وهكذا، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ليعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول لهم، اللي يعتقد اعتقادهم هذا هو الناجي
وما عداه وهو هالك، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وليس المراد والله أعلم كلها في النار خالدة مخلدة فيها، لا، وإنما بعضهم كفار خالدون في النار، وبعضهم مسلمون لكنهم مبتدعة مخالفون لأهل السنة والجماعة، فيستحقون العذاب في النار إن لم يعفو الله عنهم. وطوائف المسلمين أكثر من 73 فرقة، لكن رؤساء الطائفة الواحدة تكون مجموعة من الفرق. وهكذا، فعلينا أيها الإخوة أن نتأكد ونتحقق من مذهب أهل السنة والجماعة ونسلكه، لأنه هو الذي جاء به القرآن ويستدل عليه بقوله تعالى وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وهكذا. أما العقل والفكر والاختراع فهذا لا مجال له في العقائد. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. أما قال المتكلم فلان كذا، وقال المتكلم كذا، وقال النظام كذا، وقال المجوسي كذا، وقال كذا، وقال كذا، فهذا لا يلتفت إليها في العقائد، لأن العقيدة هي ما اطمأن إليها القلب، ولا يطمئن القلب إلا إلى ما قال الله جل وعلا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المؤلف رحمه الله: مسألة الإيمان بمسمى الإيمان مسألة كبيرة، ظل فيها قوم كثير، ظل فيها أمم، وظل فيها ملوك، وظل فيها خلفاء أخذوا بأقوال علمائهم فأضلوهم، ظلوا وأضلوا عن الصراط المستقيم. والواجب على المسلم أن يبحث عما استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. والله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بإيمانكم هنا؟ الصلاة، صلاة إلى بيت المقدس، ما كانت تضيع عند الله جل وعلا، فسماها الله جل وعلا إيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما اجتهد المسلم في طاعة الله زاد إيمانه ورسخ، وكلما وقع في المعصية ضعف إيمانه حتى يضمحل بالكلية ولا يبقى منه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها ما هو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق حسنة، لكنها مهم من شعب الإيمان القوية المتينة. وعلاها الذي يدخل به الإسلام، يدخل به المرء في الإسلام، قول لا إله إلا الله، والصلاة والزكاة والصيام والحج، قول وعمل واعتقاد. طوائف الضلال يقولون: إذا قلت بلسانك لا إله إلا الله واعترفت بوجود الله جل وعلا، سواء صليت أو لم تصلي، أنت مؤمن. لا يا أخي، ما يصلي اللي ما يصلي ما هو مؤمن، وين هو الإيمان؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فطوائف الضلال كثير في مسمى الإيمان، منهم من قال الإيمان قول فقط، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سواء صليت أو لم تصلي، سواء زكيت أو لم تزكي،
سواء أتيت بالأفعال ولم تأتي بشيء، القول يكفيك. صدقت أو لم تصدق بقلبك، ماذا يكون هذا؟ هذا يكون منافق، والله أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلا يصح أن نسمي هؤلاء مؤمنين. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. ما هو القول؟ اللي يطلق من يخرج من اللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعلم العلم وتعليمه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتسبيح والذكر والدعاء إلى الله جل وعلا والتضرع إليه، كل هذا من الإيمان. وعمل الصلاة والصيام والزكاة والحج. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، ما عنده إيمان أن يترك الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، قول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. هذه الأربع كلها أفعال، إذا لم يقم بها فلا حظ له في الإسلام. واعتقاد، يقول هذه الأفعال عن اعتقاد بوحدانية الله جل وعلا، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وهكذا قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما اجتهد المسلم في الطاعات زاد إيمانه وقوي، وكلما وقع في المعصية نقص إيمانه وضعف. والذين لا يدخلون الإيمان العمل في مسمى الإيمان، يقول إيمانك متى ما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإيمانك كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وعمر، بل قال بعضهم حتى إيمانك كإيمان جبريل وميكائيل الملائكة الكرام. لا شهدت أن لا إله إلا هو منافق خسيس، منافق لا قيمة له في الدرك الأسفل من النار. أقول هذا مؤمن لأنه نطق بشهادة لا إله إلا الله؟ لا. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين إمكان العمل وعدم إمكان العمل. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم وآمن بالله، إن أمكنه العمل فالعمل ركن من أركان الإيمان. ما أمكنه العمل تقدم للمعركة وقاتل وقتل، نقول هذا مؤمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يمكنه العمل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار هذا الغلام اليهودي زاره وقال: يا فلان قل لا إله إلا الله تفلح. فرفع طرفه إلى أبيك المستشير له، قال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، لأنه يعرف أن أبا القاسم لا يأمر إلا بالخير، والولد مروح ميت بين عليه، ظهرت عليه آثار الموت. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. عرفنا أنه ليس من أهل النار، لو كان مات يهودي أو نصراني كان من أهل النار حقا، لكنه عرفنا أنه أسلم بشهادة لا إله إلا الله ولم يسجد لله سجدة، لأنه ما أمكنه العمل. والآخر الذي خرج للقتال في سبيل الله لما رأى الأحزاب والناس تجمعوا لقتال أهل المدينة، خرج من باب النخوة وأظهر الشجاعة ليقاتل المعتدين على أهل المدينة، فجاء فرآه الصحابة رضي الله عنهم قالوا: هذا ما كان مسلم، شلون يجي؟ متى جاء؟ متى أسلم؟ فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسلم أم أجاهد؟ قال: أسلم ثم جاهد. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقدم للجهاد ومات قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، رزق الشهادة وما صلى لله ركعة، لأنه جاء المعركة قائمة وقاتل فقتل رضي الله عنه. فعرفنا أن من لم يمكنه العمل يعذر بذلك،
وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف المرجعة كثيرة، طوائف كثيرة خالفوا أهل السنة والجماعة، خالف أهل السنة والجماعة طوائف، الطوائف هم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، فهو الفاعل. وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف كثيرة، طوائف المرجعة، المرجعة هم الذين يوصلون في الإيمان، يقولون مثلا لو آمنت بالله يكفيك، صلي تصوم ما صلي ولا تصوم سمى مؤمن، هذا المرجعة. وهم منهم قلاة ومنهم أخف شوي، منهم مرجعة الفقهاء، هذا تعبير من المؤلف لطيف رحمه الله ووفقه، يقول مرجعة الفقهاء، يقصد بعض العلماء اللي هم من العلماء الفقه لكنهم في العقيدة ليسوا بشيء، وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم أن الإيمان هو التصديق القلب وإقرار باللسان فقط ولم يدخلوا الإيمان فيه، وبعضهم يجعل الإيمان هو التصديق القلبي فقط والإقرار شرط فيه وليس بمن مسماه، ليس من مسماه أن يتكلم بالإيمان، وإنما إذا أقر بقلبه يكفيه، فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. وقول الآخر قول الجهمية ومن تبعاهم أن الإيمان إقرار القلب، إذا عرف الرجل ربه وآمن بالله سواء تكلم بالشهادتين أو لم يتكلم، سواء صلى وصام أو لا ما صلى ولا صام فهو المؤمن. نعم. القول الآخر، والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم الإيمان الآخر الذي هو التصديق فقط بدون القول، القول الأول أن الإيمان قول واعتقاد فقط بدون عمل، هذا قول مرجعة الفقهاء. والقول الثاني أن الإيمان تصديق القلب فقط، لا صدق قلبه بوجود الله فيكفيه ذلك، هذه كلها خلاف أقوال أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قول وعمل واعتقاد، ليجعلوا مثلا من صاحب من يعمل السوء أو لا يعمل الطاعات أنه مؤمن، له ما على المؤمنين وعليه ما على المؤمنين، وهؤلاء فرقتان، الغلاة منهم الذين يقولون اعتقاد فقط بدون قول، لو ما قال شهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن إذا عرف ربه، فينبغي لنا أن نعرف أقوال أهل السنة من أقوال غيرهم ونميزها، نأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ ونترك الأمور التي هي غير صحيحة. القول الآخر، والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة، والمعرفة والتصديق في نظري محصلهما متقارب، فعلى تقريرهم إذا كان المكلف يعرف ربه فهو مؤمن، والكفر هو الجحود الخالق، فأما الإقرار باللسان وعمل الجوارح وعمل القلب فالكل ليس من مسمى الإيمان، وهذا يقتضي أن كل طوائف الكفر مؤمنون لأنهم يعرفون الله، حتى كفار قريش، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وأخبر الله قريش يعرفون الله ما ينكرونه ويفردونه بالتوحيد والعبادة في الشدة، وأما في الرخاء فهم يشركون، فسماهم الله جل وعلا كفار، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم،
والطوائف الذين بعث بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم عندهم على أنهم مؤمنون، وليس كذلك. فللمؤمن هو الذي يقول الحق ويفعله ويعتقده، إذا قاله ولم يعتقده فهو المنافق، وإذا قال واعتقده فهو ولم يؤمن ولم يعمل فهو المرجئ. نعم. وأخبر الله عن عاد وثمود أنهم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وقوم نوح قالوا ولو شاء الله وأخبر الله عن عاد وثمود أنهم قال وثمود أنهم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة حتى كفار قريش اقرأ حتى كفار قريش قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله، فهم يعرفون الله لكنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، فنسميهم مؤمنين؟ لا، عند أولئك يقولون هؤلاء مؤمنون، لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون. نعم. وأخبر الله عن عاد وثمود أنهم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعرفون الله جل وعلا وهم كفار الآن. وقوم نوح قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة إلى غير ذلك، فهذا أفسد الأقوال، فهذا أفسد أقوال الناس في مسمى الإيمان. ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه إذا مات فهو مخلد في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا: فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن، لأنه يوطن التكذيب والشك والإباء. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: قول منكر لم يسبقهم إليه أحد. على قول الباطنية الكرامية قول باطل بعيد عن الحق، يقولون إذا قال المرء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو المؤمن، سواء عمل أو لم يعمل، سواء صدق قوله هذا بفعله أو لم يصدقه، فليس فهو بعيد كل البعد عن الإيمان. هذا فهذا المنافق عندنا. المنافق من هو؟ والذي يقول بلسانه الشيء الذي لا يعتقده في قلبه. وهؤلاء الكرامية يقولون إنه إذا قال بلسانه فهو المؤمن، مؤمن ثم مآله في الدار الآخرة، قالوا مآله النار، خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار، سمونه مؤمن في الدنيا، وإذا ما تودونه للنار ودوه للنار من أول الأمر، استريحوا منه، ها يصلح. يقول هذا مؤمن، لا شهد أن لا إله إلا الله، هذا حرام ماله ودمه، مؤمن. لكن لمات لا، هو خالد مخلد في النار لأنه ما صدق. فهم يوافقون أهل السنة في الحكم على المنافق، ويخالفونهم في مسماه في الدنيا. إن الإيمان هو الإقرار من الأقوال الباطلة. ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان، فالمنافق عندهم مؤمن لكنه إذا مات فهو مخلد في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا:
فخالفوا الجماعة في الاسم دون شيخ الحكم. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، إذا قال المؤلف شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية رحمه الله العالم الرباني رحمة الله عليه، الذي جاهد في الله حق جهاده، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعليقا على هذا: فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن، لأنه يبطن التكذيب والشك والإباء. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: قول منكر لم يسبقهم إليه أحد. فهذه أربعة مذاهب في مسمى الإيمان، وأهم هذه الأقوال المخالفة قول مرجئة الفقهاء: الإيمان هو التصديق وإقرار اللسان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. ولهم على هذا شبهات كثيرة، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الكبير. والإيمان له كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإيمان الأوسط كذلك كتابان له يفند فيه أقوال هؤلاء المرجئة والمخالفين لأهل السنة والجماعة، ويحثهم على التمسك بقول أهل السنة والجماعة وغيرهما. والمقصود أنه قول مخالف لما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة أن الإيمان اسم لكل أمور الدين الاعتقادية والعملية والقولية، كما في الحديث اعتقاد القلب، والفعلية فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقولية شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. فالإيمان يحصل باللسان وبالقلب وبالاعتقاد، كما في الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع، البضع ما كان فوق الثلاثة إلى التسعة، يعني أربعة وخمسة وست وسبعين شعبة طريقة، منها شعبة الحج، شعبة الجهاد، شعبة طلب العلم، شعبة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه صفة من صفات المؤمن أنه يميط الأذى عن الطريق. لكن لو أن المرء رأى الطريق مشغول بالحصى وكذا ولا ماطه، يعتبر فقد الإيمان؟ لا، فقد هذه الصفة ما استكمل. لكن لمن ما شهد لا إله إلا الله يعتبر فقد الإيمان، ما هو مؤمن. إذا ما صلى يعتبر غير مؤمن، وهكذا. فإن درجات الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خصلة من خصال الإيمان. لكن لو واحد ما يستحي يجاهر بكل شيء، هذا نقول فقد الإيمان؟ لا، فقد هذه الخصلة، هذه الصفة. نعم. وإن كان ما في القلب أصل لأعمال الجوارح، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المسلم آمن بالله وحده واجتهد في الطاعات وابتعد عن المعصية، صلح جسده كله، صار كله مسلم ومؤمن وحقيقا بالتكريم والتفضيل. لكن إذا فسد قلبه كان منافق، يقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولا يؤمن بقلبه، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي، ويقول التقوى ها هنا، التقوى محلها القلب، وأنا تقي وأنا كذا لكن الصلاة ما أستطيع أصلي،
يقول ما إن أنت والإسلام والإيمان، فقدت الإيمان كله. والله جل وعلا سمى الصلاة إيمان، فالمرء إذا حافظ على الصلاة زاد إيمانه، وإذا تساهل فيها نقص إيمانه، إذا أكثر من ذكر الله زاد إيمانه، إذا ضعف أو نسي أو انشغل نقص إيمانه. كما يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن عمر رضي الله عنه إذا لقي أحد الصحابة قال هلما نشدد إيمانا، تعالوا نجلس نتحدث بما فتح الله علينا وما أنعم الله به علينا ليزيد إيماننا. الصحابي الآخر يقول على المسلم أن ينظر في نفسه هل إيمانه يزيد أو ينقص. منا من يزيد إيمانه كلما اجتهد في الطاعات، ومنا من يضمحل إيمانه ينقص شيئا فشيئا حتى يفقد بالكلية والعياذ بالله. وهؤلاء المرجعة لهم شبه تعلقوا بها بأن العمل ليس من الإيمان، ففندها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل شبهة وكل قول باطل فنده رحمه الله في كتابي الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. نعم. فالجوارح، فالجوارح تابعة للقلب صلاحا وفسادا، فهو بالنسبة لها بمثابة الملك مع جنوده. ومن شبهات المرجعة قولهم إن الإيمان معناه في اللغة العربية التصديق، وقد رد ذلك ابن تيمية بوجوه كثيرة، منها أنه ليس كذلك في اللغة العربية، بل الإيمان أخص من مطلق التصديق، وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. فلا تقول لمن قال لك طلعت الشمس آمنت لك، بل صدقتك. صدقك أنها طلعت، لأنه ما يحتاج إلى إيمان هذا ولا تصديق. نعم. ولكن تقول ذلك لمن أخبرك بأمر لا تدركه ولا تعرفه بحسك، كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة مؤمن لنا ولو كنا صادقين. فمثلا لو أن واحدا جاءك وقال أتدري أن المرأة إذا وجد في قبره أتاه منكر ونكير وسأله، ثم القبر يكون له روضة من رياض الجنة وهو يقول له حفرة من حفر النار، قلت له والله ما دريت عن هذا، لكن أنا أؤمن بهذا القول، أؤمن لك يعني أصدقك صدق. لكن لو جاءك واحد قال أنها طلعت الشمس، تقول أنا أؤمن لك بأنها طلعت؟ لا. فالإيمان في اللغة العربية تصديق، ولكن ليس كل تصديق يكون إيمانا. وهكذا بالنسبة للاستعمال، فآمن يتعدى باللام والباء، تقول آمنت به، هذا بالنسبة للخبر أو المؤمن به، أو آمنت له بالنسبة للمخبر. وأما صدق فإنه يتعدى بنفسه فتقول صدقه، فهو يختلف عن الإيمان من وجهة اللفظ والاستعمال ومن جهة المعنى والمضمون. وسيأتي لهذا مزيد بحث عن قول عند قول المؤلف والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الله أعلم. رحمة الله على الجميع. رحمة الله على الجميع رحمه الله. هذا البحث قدمه في بعض المنشورات ظهور هذه الفرقة كان في النصف الأول من القرن الثالث، يعني سنة 200 وشيء من الهجري، وأشهر رجاله هو ابن كرام والماتريدية الكرامية. تنسب هذه الفرقة إلى أبي عبد الله محمد ابن كرام ابن عراق السجستاني المشهور ابن كرامية، والمتوفى بالقدس سنة 355. ثم ذكر أئمة هذا المذهب معه
وعده شيخ الإسلام ولكن يروى إسحاق بن محمد، كان محمد بن الهيصم وأما مجمل اعتقادهم اعتقاد هذه الفرقة فهو اتفاقهم على إطلاق لفظ الجسم على الله جل وعلا، وفسروا معناه بأنه القائم بالذات المستغلي وجوده عن غيره، إثبات الصفات مع تحريف لما أثبتوه، إثبات الجهة لله تعالى، إثبات الرؤية، حتى قالوا إن الله تعالى يمكن أن يرى بالأبصار في الدنيا. القول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. هذه أقوال فاسدة علينا أن نحذرها، ولا يلزمنا أن نعرفها، ما يلزمنا أن نعرفها إلا لنحذرها. من اشتغل بهذا فيحسن أن ينتبه لها، ومن لا فيقول آمنت بالله وحده وبما جاء عن الله وحده جل وعلا وبما جاء وبما آمنت برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه للاطلاع عليها وتعاد إلي، أعدها إلي بارك الله. يقول السائل: هل مهنة الفرق، هل لهذه الفرق في باقي في هذا الزمان مثل الجهمية والمرجع وغيرهم؟ نعم، في كل زمان موجودين، بعدما وجد أصلهم وجدوا باقين، لكنهم أحيانا يظهرون وأحيانا يختفون. يقول السائل: بعض العلماء يعرف الإيمان بأنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فما هو قول القلب وعمل القلب؟ هذا القول صحيح، أن الإيمان قول للقلب، قول القلب هو ما ينطق به اللسان، لأن اللسان يعبر عما في القلب، فشهادة أن لا إله إلا الله قول القلب وعمل القلب، يترتب عليها يتوقف عليها قول القلب وعمل القلب. يقول السائل: هل من قال لا إله إلا الله مجرد قول ولا يعلم معناها ولا يعمل مقتضاها ولا يعمل بمقتضاها ولا يعلم نواقضها يكون مسلما حكما؟ إذا كان يناقضها بفعله فليس بمؤمن، وإذا كان يعمل بها ولا يناقضها ولا يلتفت إلى غير الله فهو مؤمن وإن لم يعرف معناها. يقول السائل: أنا مقيم بمكة وقمت بعمل عمرة لوالدي في شوال، فهل علي هدي؟ وإن لم أجد فما هي الثلاث أيام التي تصام في الحج؟ إذا كنت مقيم في مكة من زمن وتنوي الإقامة فيها فأنت من حاضر المسجد الحرام، ليس عليك هدي لو اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، وإنما العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة يجب عليها المعتمر هدي إذا لم يكن من أهل مكة، فهذه نعمة من الله جل وعلا تفضل بها على أهل مكة، فأهل مكة ليس عليهم هدي إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج. يقول السائل: هل الحاج يصلي الليل في مزدلفة وهل يوتر؟ الحاج عليه أن يصلي ما تيسر له يحسن به ذلك ويوتر وهكذا، وإنما يسأل هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة أو لا، وهل قام من الليل أو لا.
فالجمهور على أنه لم يقم من الليل، وإنما استراح عليه الصلاة والسلام، نام تلك الليلة ليستريح، لأنه بذل مجهودا عظيما في يوم عرفة، فيستحب للإنسان أن يستريح وينام. أما إذا لم يكن كذلك فله أن يصلي ولا حرج عليه، الصلاة ما يمنع منها. وأما الوتر فالمنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا صلاة الوتر ولو طردتكم الخيل. فالمنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر، لكن ما نقل في أفعال حجه أنه أوتر. يقول السائل: هل الاعتقاد قبل القول والعمل أو بعد القول والعمل؟ لا بد أن يقترن القول والعمل والاعتقاد، لا بد أن يقترنا. أما إذا قال واحد دون الآخر أو اعتقد أحدهما دون الآخر فما يصح إيمانه. يقول السائل: عندي محل في بلادي تجاري ولا أستطيع الوصول إليه إلا بعد دخولي كنيسة للنصارى، ولا يوجد طريق غير هذا، وكذلك زبائن المحل لا يصلون إلا مع هذا الطريق، فما حكم عملي هذا؟ إذا كان مجرد المرور بالطريق دخول الكنيسة والخروج منها فلا بأس عليك بهذا، لأن دخول الكنيسة ليس محرم، وإنما الصلاة فيها أو عمل شيء ما من الأعمال في هذا الطريق في الكنيسة. وأما مجرد المرور فإنه لا يضيرك ولا يضير عملاءك. يقول السائل: أثناء سفري إلى المدينة صليت الظهر والعصر قصرا بالطريق، وعندما وصلت إلى المدينة وجدتهم يصلون العصر فصليت معهم أو فقمت بصلاة العصر مرة أخرى، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لا بأس عليك أن تصليها. إذا وجدت جماعة يصلون وصليت معهم فصلاتك الأولى هي الفرض المقصورة، وأما صلاتك بالمدينة بعدما وصلت وجدت الجماعة يصلون واستحببت أن تصلي معهم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين وجدهما تخليا عنهما الصلاة معه لما انصرف من صلاة الفجر، وجد رجلين بعيدين عن المصلين فدعاهم فجاءوا إليه ترعد فرائصهم يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا إنما نتعاد الصلاة. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى المسجد وجدتما الجماعة تقام فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فصلاتك الأولى هي الفريضة وسقطت عنك الفريضة، وصلاتك الأخيرة هي النافلة. يقول السائل: الذي يصوم القضاء وينوي معه صيام تطوع ما حكمه؟ لا يا أخي، ما يصح هذا، إما أن تنويها فريضة قضاء رمضان، أو تنويها صيام الست، أو تنويها تطوع حسب النية، النية هي التي تفرق بين الأعمال. يقول السائل: هل يجوز أكل لحم القطة؟ لا يجوز، إنها من المحرمات. يقول السائل: من يعمل أعمالا غير إسلامية ويقول أنا مسلم، فهل يعامل معاملة المسلمين أو يعامل حسب أعماله؟ على المسلم أن يتحقق ممن يعامله، إن كان يهودي أو نصراني يعامل معاملة اليهودي أو النصراني، وإن كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعامل معاملة المسلمين، ولا يصح أن يبقى هكذا بينها. يقول السائل: ما معنى ترعد فرائصهم؟ ترعد فرائصهم يتحركون، يعني خايفين من الرسول عليه الصلاة والسلام، لما دعاهم خافوا منه، فقال لهم: لما لم يصلوا معنا؟ قالوا: يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
يقول السائل: هل تقضى الست من شوال في غير شوال أم منحصرة في شهر شوال فقط؟ لا يا أخي، هي خاصة في شهر شوال فلا تقضى، فالنافلة إذا فات محلها لا تقضى. يقول السائل: هل تارك الصلاة كافر أم لا؟ تارك الصلاة يقرر، إن كان تركها كسلا فيؤمر ويلزم بها، وإن تركها جحودا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين. الكافر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، أما إذا لم يجحد وجوبها فيقرر ويقال له الصلاة واجبة، فإن التزم فبها ونعمت، وإن لم يلتزم حكم بكفرها. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.